يوم إثر يوم تتفاقم الأوضاع المأساوية للمعتقلين والمخفيين قسرياً في ظل استمرار التجاهل ذاته حيال الممارسات المتواصلة للميليشيا الإنقلابية بحق هؤلاء المعتقلين. فبعد شهر تقريباً على وفاة المعتقل أحمد صالح الوهاشي في سجن هبر الاحتياطي بصنعاء، ها هي رابطة أمهات المختطفين تحذر من مصير وشيك ومماثل للمختطف عبد الإله سيلان الذي يتعرض للتعذيب في سجن الأمن السياسي. هذا ما كشف عنه أحدث بيان صادر عن الرابطة التي أكدت أن المعتقل سيلان ساءت حالته الصحية جراء تعذيبه داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء فيما لم يتحرك أحد لإنقاذ حياته وإدانة ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يعيشها ويعيشها المئات من المختطفين من أمثاله داخل السجون. عبد الإله سيلان طالب في كلية الهندسة عمره في العشرينات، ومع ذلك مرضه الشديد على البيان كشف عن وجود ما يقارب 372 مختطفاً يعانون من الأمراض المختلفة التي أصيبوا بها جراء اختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم وتعمد إهمال رعايتهم صحياً لأكثر من عامين دون وجه حق. وبحسب البيان الذي تلي أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، فقد أصيب البعض من هؤلاء المختطفين بالجنون وبالجلطات والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض الكلى، ناهيك عن أمراض سوء التغذية والأمراض الجلدية. ونطالب الصليب الأحمر بتبني الرعاية الصحية لهؤلاء السجناء حتى يتم إطلاق سراحهم لأنهم مختطفون دون تهمة ودون مصير قانوني للاستقرار. أمهات المختطفين طالبن اللجنة بسرعة زيارة السجون وتمكين أبنائهن من حقوقهم الإنسانية الطبيعية، وطالبنا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالضغط والعمل الجاد لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسريا من سجون ميليشيا الحوثي وصالح. مناشدات هؤلاء الأمهات لم تتوقف منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 والذي دشن عهدا مظلما من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية في اليمن المنكوب.